باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نريد ان اكلمكم اليوم بنعمه الله عن مثل السامري الصالح. ومثل السامري الصالح موجود في لوقا اصحاح 10 من ايه 25 لغايه ايه 36. السامري الصالح مثل محبوب جدا، لدرجة انه وجدت كثير من المؤسسات باسم السامري الصالح، باسم السامري الصالح، وخصوصا المؤسسات الخاصة بالشفقة على الناس. مناسبة هذا المثل ان السيد المسيح قال واحد ناموسي، ناموسي يعني من علماء الناموس، من علماء الناموس اللي دارسين الشريعة يعني كويس، وسألوا ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية. وطبعا ده سؤال مهم وجه إلى السيد المسيح كثيرا، وله أمثلة في الكتاب المقدس، ناس بيهتموا بأبديته. فقال له كيف تقرأ، أنت راجل بتاع ناموس وبتقرأ في الناموس يعني في الشريعة. فقال له الآية بتاعت تثنية إصحاح 6، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك. قال له افعل هذا فتحت. يعني مش كفاية انك تعرف الناموس، ينبغي ان تعمل به، لان يبدو ان هذا الرجل كان عالما بالناموس ولكن لم يكن يعمل به. فهو علشان يبرر نفسه، عارف طبعا بيحب ربنا، دي مش عايزه مناقشه، طب يحب قريبه كنفسه. فلكي يبرر نفسه سأل المسيح من هو قريبه. فلما قال له من هو قريبي اداله مثل الراعي، مثل السامري الصالح. وبعد ما اداله مثل السامري الصالح سأله في الاخر، قال له مين هو قريبك؟ قال له الذي صنع الرحمة. قال له اصنع هكذا. فعايزين نشوف مثل السامري الصالح ده وحكايته. يعني حكاية السامري لها تفسير رمزي ولها تفسير حرفي. ايه التفسير الرمزي؟ اولها بيقول انسان كان نازلا من اورشليم الى اريحا فوقع بين اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. اورشليم ترمز الى المدينة المقدسة، او هي المدينة المقدسة، مدينة العبادة، مدينة الهيكل، مدينة الصلوات والذبائح والتقدمات. انسان مسافر نزل من اورشليم. الإنسان المسافر جايز يرمز إلى أي إنسان في الدنيا ماشي في طريق الحياة، مسافر من يوم الميلاد إلى يوم انتقاله، مسافر في طريق الحياة.
هذا الإنسان نازل من أورشليم، وهنا يرينا الكتاب خطورة النزول، إن الواحد ينزل من أورشليم ويذهب إلى أريحة، وأريحة دي كانت ترمز إلى وضع غير مسبوق كما ورد في يشوع الإصحاح 6 لما هدم أسوار أريحة. وكان الطريق من أورشليم إلى أريحة طريقا وعرا بين الجبال، طريق صعب جدا وفيه كهوف، وكان اللصوص بيعودوا في الكهوف، وكان الطريق خطر. فبيقول لك إنسان في حياته الروحية نزل من الوضع المقدس، من المكان المقدس، ومشي في طريق خطرة فتعرض للصوص. اللصوص دول روحيا يرمزون إلى الشيطان وأتباعه، يرمزون إلى الشيطان وأتباعه. والشيطان هو أول لص في العالم نهب الإنسان، ضيعه من الفردوس وسرق منه طهارته وبراءته وبساطته وسلبه من رضا الله عليه، وتسبب في طرده وفي عقوبته. بيقول هؤلاء اللصوص مش بس سلبوه من كل ما عنده، وإنما عروه، يعني عروه من ثوب البر، عروه من البساطة والبراءة اللي كانت عنده في الأول، عروه من حياته القداسة. عشان كده في رؤيا إصحاح 3 ربنا بيقول لراعي كنيسة لوديكيا: ولا تعرف انك انت عريان وفقير، عريان من الفضيلة يعني. وهكذا تكون المكافأة في الحياة الاخرى، ان ربنا يلبس الانسان ثوب البر كما كان. يقول في سفر الرؤيا يعطيهم ثيابا بيضاء. عروه وجرحوه من ناحية قسوة الشياطين عليهم، هؤلاء الشياطين الذين لم يفلت منهم أحد، حتى قيل عن الخطية إنها طرحت كثيرين جرحا وكل أكتتلاها أقوياء. والإنسان وهو ماشي في طريق الحياة لا يعرف متى يهجم عليه هؤلاء اللصوص الروحيون، متى وكيف وأين. جايز يكون في كمين روحي منصوب له، زي ما قال داود في المزمور: نظرت عن يمين وعن يسار ولم يكن من يخلص، يعني أو من يعرف. وخصوصا إذا كانت الطريق وعرة، أو جايز اللصوص دول يخدعوه بطريق الخداع، زي ما بيقول الكتاب: هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. بيقول تركوه بين حي وميت، يعني في حالة روحية خطرة، والموت الروحي هو الانفصال الكامل عن الله. وأصبح وهو حي وميت أصبح عاجزا عن تخليص نفسه، لابد أن يجيله حد يخلصه.
بيقول المثل ان مر عليه الكاهن وجاز مقابله، ومر عليه اللاوي وجاز مقابله، ربما اهمال في الرعاية، ربما مشغولية الرعاة، ربما يأسهم منه، ربما يفكرون في خدمة أفضل، المهم أنه ما جابش نتيجة. وبعدين فات عليه السامري الصالح. السامري الصالح في المثل ده بيرمز إلى السيد المسيح نفسه، أو في هيئة خدامه. داوى جراحه وصب عليه خمرا وزيتا، الزيت يرمز إلى الروح القدس، الخمر يرمز إلى سر الإفخارستية. وبعدين أخذوا على دابته لعلها دابة الإيمان، وأوصله إلى فندق لعلها هي الكنيسة في المثل، وأعطى دينارين للفندق. ربما الدينارين دول يكونوا الإنجيل والنعمة، أو يكونوا التعليم والأسرار، وقال له اعتني به إلى أن أعود، يعني لما يجي المسيح في المجيء الثاني. كل دية مثل من الناحية الرمزية، لكن نيجي من الناحية العملية، يعني من الناحية الحرفية. هذا المسافر كان مسافر في الطريق، وعد طلعوا عليه اللصوص وتركوه بين حي وميت. مر عليه الكاهن واللاوي وجاز مقابله، يعني بصوله ومشوا. الكاهن واللاوي وظيفتهم الرسمية انهم يهتموا بالناس، تعجيب انهم اهملا وظيفتهم الرسمية. ومش بس الاهتمام باي انسان جريح، ده الاهتمام حتى الرأفة بالحيوان، حتى الرأفة بالحيوان. في سفر الخروج اصحاح 23 آية 4 و5، إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. يعني مش بس حاجة بتاعت صديق، إذا وجدت ثور عدوك أو حماره شاردا، يعني تايه في السكة، ترده إليه. وإذا رأيت حمار مبغضا واقعا تحت حمله، وعدلت عن حمله عن حله فأنت تحل معه. يعني وجدت حمار واقع تحت حمله، مفروض تحله علشان يقوم وينجو من هذا الحمل، وإلا ربنا يعاقبه. فإذا كان الناموس بيقول هكذا، الشريعة بتقول كده، والكاهن عارف هذه الشريعة، فكيف يهمله؟ صعوبة الكاهن واللاوي دول نازلين من أورشليم، يعني الكاهن ده جاي من الهيكل، ربما جاي من تقديم ذبائح، من إصعاد محرقات، ربما جاي من تقدمات، من صلوات، من عبادة، فمفروض يكون عنده التأثر الشخصي والشعور الروحي. فكون انهم ما يعملوش كده يدل على تعب في قلبهم وتعب في خدمتهم وعدم إنسانية بالنسبة إليه، وخصوصا انه من رعيتهم، لان الجدع ده يهودي نازل من اورشليم، يبقى جاي اليهود. السامري مش ما بيروحش في الهيكل في اورشليم.
فشخص من رعيتهم ومن نفس جنسهم وهم مسؤولين عنه، والشريعة بتقول لهم خلوا بالكم منه حتى لو كانت بهيمة تاخدوا بالكم منها وحالته تعبانة، ومع ذلك ما سألوش. جايز هذا الجريح كان له رجاء وعشم فيهم. جايز الكاهن واللاوي دول، اللاوي ده زي الشماس عندنا يعني مساعد الكاهن في الخدمة. جايز كانوا بيعلموا الناس عن الحب، وجايز كانوا بيشرحوا للناس تثنية ستة: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. ومع ذلك يمثلان المعرفة مع عدم التطبيق، المعرفة مع عدم التطبيق، أو يمثلان الشخص اللي بيشتغل بوظيفة رسمية دون أن يكون عنده القلب من الداخل، أو ربما عندهم مسؤولية أخرى، بينما حالة هذا الجريح أهم. أو جايز الكاهن افتكر: طيب نسيبه دلوقتي، وأول ما أنا أوصل أبقى أكلم المسؤولين أقول لهم روحوا خلي بالكم من الراجل الفلان اللي بين حي وميت. وهذا خطأ أيضا، لأن الراجل اللي بين حي وميت كل دقيقة تمر عليه تقربه من الموت. يعني جايز لو راح وقال أبعث ناس على بال ما يجوا يكون مات هذا الجريح. ودي تورينا الإسراع في العمل الروحي، مش أصول كاهن تجي له خدمة أو ربنا يبعث له خدمة في السكة فيسيبها ويمشي، أو يفكر أنه يشوف لها حل بعدين. يا مناس كانوا بين حي وميت والكاهن ما عملش حاجة، فكانت النتيجة أنهم ضاعوا روحيا وانتهوا، وأصبحت في مسؤولية على الكاهن. ربما كانوا خايفين من اللصوص أيضا، ربما اعتذروا بأي طريقة، ولكن على الأقل هذا المثل يعطينا فكرة عن خدمة العلمانيين. يعني حتى لو الكاهن قصر واللاوي قصر، خدمة العلمانيين تجيب نتيجة. والمسيح قال المثل ده عشان يوري الناموسي ان كنتوا اللي بتفتخروا بعملكم الديني وبجلوسكم على كرسي موسى وعلى تفسير الشريعة، هذا الرجل غريب الجنس كان أفضل منكم. كلمة جازر مقابله يعني شافوه وما عبروش، بينما الكتاب بيقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. تيجي بقى حكاية السامري. السامري ده رجل غريب الجنس، من مجموعة السامريين اللي كانوا محتقرين عند اليهود، وكانوا يعتبروا ان لو ظل سامري وقع عليهم ينجسهم وما يرضوش يتعاملوا معاهم. وفي قصة المرأة السامرية، السامرية قالت للمسيح ان اليهود لا يعاملون السامريين، فازاي انت بتكلمني؟ ده من جنس غريب يكرهه اليهود، وأيضا يختلفون معه في العقيدة، لأن السامريين كانوا يؤمنون فقط بأسفار موسى الخمسة وما لهمش دعوة بالباقي. ليه؟ لأن بدأت قصتهم لما اختلفوا مع رحب عام ابن سليمان
وقولوا قالوا له أبوك كان شديد علينا وأنت خفف شوية. وراح بعام لما استشار الشبان قالوا له لا ده أنت تقول لهم أبي أدبكم بالصياط وأنا أقدمكم بالعقارب. أنا سنسري صباعي أغلظ من ذراع أبوه. وقال لهم كده فانفصل 10 أصباط وما سابولوش غير سبت يهوذا اللي هو منه. وأما اللويين فسبت لوي دول بيخدموا الهيكل. فلما انفصلوا سكنوا في السامرة وبقت في مملكة إسرائيل في السامرة ومملكة يهوذا في أورشليم. لكن خافوا لألا الناس يرجعوا إلى أورشليم مشتاقين إلى العبادة ويقول لك نحب نقدس نحب نتبارك. فيربعام ده عمل تمثالين من ذهب وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. وانفصلوا تماما عن اليهود لأنهم ضد رحبعام ابن سليمان ابن داود. قالوا لا عايزين رحبعام ولا عايزين سليمان ولا داود ولا كل الناس دول. ما دام مش عايزين سليمان اللي تعبهم يبقى عايزين لا أمثال سليمان ولا سفر الجامع لسليمان ولا سفر النشيد لسليمان ولا سفر الحكمة لسليمان. وسليمان ابن داود يبقى مش عايزين مزامير داود ومش عايزين سفر الرعوس اللي جه منه داود. وقالوا ما فيش غير أصفار موسى الخمسة. فاليهود كانوا يكرهوهم جدا ويعتبروهم أنجاس ولا يتعاملون معهم. فالمسيح جايب مثل عن واحد سامري من الناس دول كان رجلا صالحا. في هذا المثل السيد المسيح بيمتدح شفقة السامري وليس عقيدة السامري. زي ما في مثل وكيل الظلم امتدح اهتمام وكيل الظلم بمستقبله ولم يمتدحه في ظلمه. يعني اخذ ناحية واحدة. هؤلاء السامريون المنبوذون جاء السيد المسيح لكي يخلصهم من احتقار اليهود لهم وبالمحبة يجذبهم إليه ويقودهم إلى الإيمان الحقيقي. وده طبعا للسيد المسيح إنه يهتم بالضعفاء وبالمنبوذين وبالمحتقرين من الناس وبالخطاة وبالعشارين يريد أن يجذبهم إليه. فكان السيد المسيح بيتكلم كلام كويس من ناحية السامريين. لما حصل ان 10 كانوا برصا وشفاهم المسيح فما رجعش غير واحد سامري يشكره. فالمسيح بدح وقال ألم يأتي إلا هذا الرجل الغريب الجنس عشان يشكر؟ عايز يقرب بين اليهود والسامريين. ولما ذهب كان ذاهب الى اورشليم ووجهه كان متجه نحو اورشليم والسامرة في السكة فلم يقبلوه لان وجهه متجه لاورشليم واغلقوا ابوابهم في وجهه. ويوحنا ويعقوب من تلاميذه قالوا له اتشاء ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتم لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص. فكان السيد المسيح بيحاول يوضب الحكاية مع السامريين. وهكذا قابل المرأة السامرية وجذبها إلى التوبة وإلى الإيمان وبشرت الناس وقالت لهم تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعل. ودخل المسيح إلى السامرة وبشرها وآمنوا به وقالوا إحنا نؤمن إنك أنت المسيح الآتي لخلاص العالم.
يعني السيد المسيح كان يحاول انه يجذب السامريين اليه. ودي توريكم مبدأ لطيف جدا عند السيد المسيح، انه يكسب الناس مش يخسرها، يكسب الناس مش يخسرها. ما كان اسهل عليه ان يحرقهم بالنار زي ما يوحنا ويعقوب قالوا له، قال لهم لا، انا جاي اخلص العالم مش جاي اهلك العالم. رابح النفوس حكيم. فمن ضمن اهتمام المسيح بالسامريين وخلاصهم ومصالحتهم مع اليهود وإعطاء فكرة طيبة عنهم، قال مثل السامري الصالح. السيد المسيح كان ينظر إلى النقط البيضاء اللي عند الناس وما ينظرش إلى النقط السوداء. ما يصدق يلاقي نقطة بيضاء في حياة إنسان ويمتدح. فجاب لهم مثل السامر الصالح ليصالحهم، وأيضا لكي يوبخ هذا الناموسي اللي بيحفظ الناموس ولا يعمل به. قال له أنا هجيب لك إنسان غريب الجنس إزاي بيعمل بالناموس. جه السامر لعله جاء من مدينة قريبة، يقول البعض ربما من بيت إيل، من جرزين، من أي حتة، وماشي في السكة في هذا الطريق، وربما كان مجبرا على الإسراع لأن الطريق اللي بين أريحة وأورشليم طريق وعر وفيه لصوص، وخوف اللصوص هناك وخوف من الليل يليل عليه. وهو ماشي بص لقى الرجل الجريح ده ملقا بين حي وميت. أول حاجة كويسة في الرجل السامري إنه لم يهتم بنفسه، إنما اهتم بهذا الإنسان المحتاج لخدمة. طب ما أنت ماشي في طريق واحد وجايز يطلعوا عليك اللصوص، وجايز الدنيا تليل عليك، بلاش، جايز يجوا ناس من رجال الشرطة ويلاقوك جنب راجل حي وميت يفتكروك انك انت اللي قتله. لم يهتم ابدا بهذه العوائق، كما انه ايضا كان انسان غير متعصب، مع ان ده راجل يهودي المجروح، ومع ان اليهود بيقولوا السامريين انجاز ما يهمش. هنا نشوف قريب، من هو قريب؟ ليس قريبي اللي بيته قريب مني، إنما قريبي هو اللي قلبي قريب مني، هو ده قريب. رأاه بالصدفة زي ما الكاهن واللاوي شافوه بالصدفة، لكن هو لا يعتبر الصدفة صدفة، يعتبرها تدبير إلهي. ربنا ألقى هذا الرجل في طريقه فلازم يعمل معاه خير. مكان لصوص، مكان وعر، مكان صعب، كل ده ما يهمناش، المهم أن نعمل خيرا مع هذا. بيقول الكتاب لما رآه تحنن، لما رآه إيه؟ تحنن، فتقدم ودمن جراحاته وصب عليه زيت المطهر. تحنن معناها ان الفضيله بدات اولا في قلبه قبل ان تمتد الى يده لكي يضم جراحه، وقبل ان تمتد الى دابته فيركبه على دابته، وقبل ما تصل الى الفندق ويعتني به، بدات اولا في قلبه. لما رآه تحنن. انا عايزكم تتبعوا كلمه تحنن دي في أعمال السيد المسيح وفي معجزاته. بالنسبة لابن أرملة نايين، لما أمه كانت بتبكي عليه لما رآها تحمل وتقدم وأقام الولد. بالنسبة للشعب التعبان المسكين، لما رآهم تحمل
لأنهم كانوا منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له. عمل الشفقة على المساكين لابد أن تبدأ بالحب والحنان. احنا عملنا مع الفقراء والمساكين مش عمل موظف في الخدمة الاجتماعية، ده عمل حب وتحنن في الأول، ومن أجل الحنان يتم الباقي من أجل الحنون. لما رآه تحنن فتحرك قلبه من نحوه. بعد كل ده بقى الخمر والزيت والدابة والفندق والدرهمين كلها نتائج لحياة الخلق. وهنا أشفق على عدو، أشفق على عدو مش مجرد عمل بسبب جاذبية الدم أو الجنس أو الدين أو الحاجات دي، لا أبدا. شخص عدو يختلف معه في الجنس ويختلف معه في المذهب، ولم يخشى خطرا ولا متاعب ولا مجيء لصوص، اشتغل للتو واشتغل بسرعة كبيرة وغسل الجرح وضمده وصب عليه خمر نظيف. الخمر عشان فيه كحول كان بيكوي الجروح، والزيت بيعمل زي عازل، فزمان كانوا بيستخدموا الخمر والزيت في شفاء الجروح. طبعا هو كان معاه في دبته خمر وزيت حطتهم لنفسه للظروف، فبذلهم من أجل هذا المسكين وضحى لأجل غيره، وأعطى كل قلب. في الأول عينيه نظرت بحنان، إيديه امتدت لعمل التضمير، جسمه كله استخدمه في رفع الجريح، ودبته استخدمها من أجله، وفلوسه الدينارين ادهم، والدينارين دول كانوا بتاع شغل يومين. يعني في متى 20 لما رب مثل صاحب الكرمة اللي جاب ناس يشتغلوا عنده، اتفق معهم يديهم دينار في اليوم، فده شغل يومين. ومش بس كده، وإنما اشتغل في متابعة الأمر في كلمة لطيفة جايز الناس ما بيخدوش بالهم منها، بيقول ايه: وأتى به إلى فندق واعتنى به، وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهم. في الغد لما مضى يعني بات معاه الليل، يعني مش جاب الفندق وقال للرجل خلي بالك من الرجل ده ودي مشي، بات معاه الليلة يعتني به ويطمئن على سير العلاج، ويطمئن ان الرجل ما ماتش ده بين حي وميت. فلما جه الصبح ولقاه لسه سليم، يعني خرج من العناية المركزة بتاعه طول الليل، اطمأن ومشي وقال له خد الدينارين دول واعتني به. وهكذا ايضا اشرك الغير في عمل الخير، اتصرف بسرعة، يعني لم يتردد ولم يفكر ولم يقل اعمل كده ولا لا. ساعات التردد والتفكير بيدي فكرة لعدو الخير ان يتدخل، فإذا الواحد عمل خير أو جاله فكر خير يعمله على طول ولا يتردد. ولم يهتم براحته، يعني ما اهتمش براحته، أخذ الرجل وأركبه على دابته، وطبعا أركبه على دابته يبقى هو راح ماشي، ومش بس ماشي وبيسنده على الركوب حتى يقع، تنازل عن الرطوبة وتنازل عن راحته ومشي في هذا الطريق الكرب الوعر وهو يسند الرجل الجريح لغاية لما وصلوا إلى فندق كبير وأدى الليلة معاه. وجد أن راحته هي في راحة غيره، مش بيفكر في نفسه،
وكان بعيدا عن الأنانية. في المثل الكاهن واللاوي كل منهم كان أنانية، لكن ده كان بعيدا عن الأنانية وكان محبا للمحتاجين والمعوزين وللمرضى وللضعفاء واهتم بيه. وربنا قدم هذا المثل علشان يوريهم ان السامريين ايضا فيهم خير، وايضا يريهم ان ما فيش تعصب للجنس او العقيدة في خدمة المحتاجين او في خدمة المرضى. زي مرة زمان وانا علماني دخلت ازور واحد في المستشفى، لقيت يافطة كده مكتوب عليها: نحن لا نسألك عن دينك او مذهبك، انما نسألك عن صحتك. جايز الناموسي اندهش لما جت سيره السامري ده في كلام المسيح. ربما اليهودي الجريح اندهش لما وجد واحد سامري جاله، افتكر هيخلص عليه، لكن لقى ان هو جاي يساعده. السامري ده لما فكر في الرسميات انما فكر بقلب المحب وصنع معه الخير. كما يقال ان المحبه كالنور، المحبه كالنور تنتشر في كل مكان وفي كل اتجاه ولا تميز بين شخص وشخص. الشمس بتشرق ولا تفكر مين اللي بتشرق عليه، هل هو خاطي او بار، هل جنسه ايه، هل دينه ايه، هل فكره ايه، هل عقيدته ايه، لا ابدا. المحبة كالنور تنتشر في كل مكان وتنير لكل شخص بلا تفريق. اما من جهة الدينارين اللي في جيبه وادهم له، فغالبا ما كانش عنده غيرهم، لان الراجل السامري ده برضه كان راجل فقير، ده مش جاي في مركبة يجرها جياد كالاغنياء، او عنده سايس او خادم او سواق، ده هو يدوبك على الركوبة واللي في جيبه ادهم له. وفيما هو يعتني بهذا الجريح يذكرنا بان اليد التي تعمل في الخير لا تتعب، لان الله هو الذي يحرك هذه اليد. اما ماله فليس له. الانسان الشفوق الحنون اللي زي السامر الصالح يعتبر ان ماله ليس له، وانما ماله هو ملك لغيره، هو وكيل عليه يعمل به الخير. بقي ان اقول لكم ان السامري يمثل شخصية المسيح، والمسيح جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، مش بس اللي بين حي وميت، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. ولما جاء يخلصنا كبشر مش كنا مجرد جرحى، كنا امواتا بالخطايا. وجاء السيد المسيح كما قال: لا يحتاج الاسخاء الى طبيب، بل المرضى، ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبه. ولم يعطي مجرد دينارين، وانما اعطى حياته ودمه وملكوته. بقي ان اقول لكم ان كان القصة دي فيها اربع اشخاص، لكن هناك خامس لابد ان نتحدث عنه. اربع اشخاص: الجريح والسامري ادي اثنين، والكاهن واللاوي ادي اربعة. اذا مين الخامس في القصة؟ الخامس في القصة هو الله الذي كان يحرك العملية كلها. يعني الله
هو الذي أرسل السامري في الوقت المعين لكي يهتم بهذا الرجل برضه في الوقت المعين قبل أن يموت وهو بين حي وميت. وقبل السامري أرسل الكاهن واللاوي، فلما الكاهن واللاوي ما جابوش نتيجة أرسل السامري، وهو الذي أعطى هذا السامري شعور المحبة والشفقة وكان يحرك الكل. والله برضو سمح بأن ذلك المسافر يجرح لكي يعطي فرصة لفاعل الخير أن يعملوا الخير معه. يعني كانت فرصة ربنا قدمها للكاهن واللاوي لكي يعمل خيرا فلم ينتهز الفرصة، وفرصة أعطاها ربنا للسامري الصالح لكي يعمل الخير فانتهزها. أما من جهة الجريح فنتذكر عبارة الكتاب بأن الله يجرح ويعصب، يسمح أن ذلك المسافر يجرح وفي نفس الوقت يدبر له كيف يداوى من جرحه. وهكذا ربنا دبر السامري وأعطاه الشعور الطيب، وحتى أعطاه الدينارين اللي معاه، ولما بذلهما السامري قال لربنا من يدك أعطيناك، اتفضل.